فضلوا خدوا الدنيا بالراحه، ما تاخدش الدنيا كده ايه بطريقه جامده. المنهج الانتاج ما هوش كبير، شابتر 5 مش هناخده، اديني بقول اهو شابتر 5 مش هناخده النهارده، لا 7 و8 الدكتور محمود هيديه لكم الاسبوع الجاي واللي بعديه. طب احنا 12 هنقول لكم في اخر محاضره هناخده ولا لا. النهارده انا ماشي معاكم هلغي حاجات كتيره في الحاجات اللي هناخدها النهارده. الدنيا مش صعبه، الدنيا سهله، فانت عايزه شويه تنفيذ. يا دكتور حضرتك قلت ان هيمتحنوا اللي عندهم، حضرتك قلت اللي عندهم ورشه يوم الاثنين هيمتحنوا يوم الاثنين 22/4. اه كده مش هنقول لحنا خلصنا منهج الدنيا. لا تفضل، انا خدت غير 22/4، هتكون خدت محاضرتين ثاني. دكتور عارف انت الفاينل؟ نعم عندي. انت يا عم اللي فيه الاثنين الجاي يعني؟ محاضرة واحدة بس يا دكتور. المرة اللي فاتت اتفرجنا على الفيديو بتاع الخراطة وعرفنا ان في عرفنا تعريف الخراطة وعرفنا انها بتطلع لي شكل دائري، عرفنا ريلاتيف موشن بتوين القلم والشغلة. تمام، النهاردة هناخد عمليات الخراطة. ايه عمليات الخراطة؟ الصوت عندي فيه 12 عملية خراطة موجودين قدامنا. انا لازم اعرف الشكل لان هو جايب لك الشكل ده في الامتحان او اي شكل من دول، بقول لك هو التست ده ولا ده ولا ده ولا ده، لازم تكون عارف الشكل ده تبع انهي قسم من دول. هنا عندي خراطة عدة، ده شكل القلم اللي بيعمل لي الخراطة العدة. عندي خراطة مخروطية طلع لي شكل المخروط. عندي خراطة روبيلي، عندي خراطة كاتنج اوف، دي كلها انواع من عمليات الخراطة. الترنر جروبنج اللي هو الشكل اللي واخد دولة قايمة، القطر هنا كبير فتغير فكبير. الفيسنج عشان يطلع لي سطح عدة مستوي. الفيس جروبنج اللي هو يعمل جروب على الفيس، ده قطاع الجروب اللي قدامنا ده على الدائري بتاعه، عن شكل المدور بتاعه في جروب موجود بالشكل ده، يعني ده مدور. ثريدنج على وورد بعمله بالقلم ده. الباتنج ويز افورم تول، انك تقطع بفورم تول ويطلع لك الشغل بنفس شكل القلم. البورنج والانترنال جروبنج ان انا بعمل عمليه توسيع، والدريلنج تعمل الطلاقه، والتكشين اللي هو النيفلنج، التكشين اللي هي بتطلع لك سطح قشر. دي كلها عمليات بعملها بطريقه الخراطه. انواع الاقلام عندي في فورج تولز اللي هي الاقلام قلم كله من هاي سبيد ستيل، والتيب تولز يبقى ده انسرت صغيره تبقى من هاي سبيد ستيل، وبنلحمها بالبريزنج العمود بتاع القلم. انا ممكن اجيب عمود من الحديد والحم فيه ستيل دايه صغيره او تلتات صغيره، هي دي القلم بتاعي. بدل ما اجيب خامه كبيره قد كده للغاية سبيد ستيل غالية، أجيب عمود من الحديد وأجيب خلطة صغيرة للغاية سبيد ستيل وألحمها فيه، أو أجيبها بالشكل ده وتبقى بتتركب بالمسامير كلامبل. ودي هنا متميزة إنها ليها ثلاث
عندوش قطعة نقطع بده لو حصل له بير ألف وقطع بده لو حصل بير ألف وقطع بده فالمهندس في الشاطر هو اللي هيفكر ايه الحاجة الاكتوميكال دي ويبتدي يجيبها ويشتغل بيها. تعليق التركيب القلم القلم بيبقى موجود فين ودي شرحتها لكم المره اللي فاتت ونبتدي اضغط القلم على السنتر بتاع المراب السنتر بتاع المراب هو نفس السنتر بتاع الشغل الشغله متركبه على السبندر فنفس السنتر بتاع الشات بنفس الشغله ما تلخبطش الدنيا ماشي نفس السنتر بتاع المراب ده هو نفس السنتر اللي هتبقى الشغله متركبه على الطرف وانا ببتدي اضبط طرف القلم في السنتر ده عشان لما يجي جنب الشغله لو فوق منها شويه مش هيعمل شراطه لو تحت مش هيعمل عمليه الخراطه. انواع الاقلام بتاعت الخراطه عندي في رفع المدول اللي هو الشكل الاولاني رايت ليفت تيرن مدول لحد القطع هنا رايت لحد القطع هنا ليفت الريسيسنج تول اللي بيبتدي يعمل الجزء الريسيسنج في الشغله اللي هو قطر كبير وقطر صغير ازاي يعمل عمليه بارتنج تول بيقطع الخامه بيفصلها عن بقيه الخامه وفي النايف تولز رايت وليفت دي انواع الاشكال او انواع الكاتنج تول في ليفت ورايت لسه زي ما في اقلام ليفت ورايت فانا في عندي قطع ليفت ورايت خلونا نعرف ان احنا عندنا النوعين دول على قد المستوى بتاع الشغل بتاعنا. التول كلامبي بركب القلم في حاجه اسمها تول بوست دي وريتها لكم في الفيديو الاسبوع اللي فات اللي هي المقلمه فانا عندي في منها نوعين في نوع بيتركب فيها قلم واحد اوبن سايد تول بوست وفي نوع بيتركب فيه اربع اقلام اللي هي فور واي تول بوست. القلم الواحد ده لو انا جيت قطعت بيه مره واحده وبعدين عايز اعمل بعد الخلاطه ديت تنعيم عايز اعمل الاوز عايز اعمل قطع افك بقى الدنيا دي كلها واحط القلم واجيب قلم جديد واثبته على السنتر بتاع الغراب عشان تبقى على نفس السنتر بتاع الشغل القصه دي كلها تاخد وقت. طب انا اجيب هنا الفور واي احط قلم اللي هو هيعمل لي خلاطه خشنه والقلم اللي هيعمل لي الاوز والقلم هيعمل لي مش عارف ايه حاجه ثالثه يعمل لي قطع يبقى الثلاثة دول مجرد ان انا محرك الهاندل ديت كل المقلمة دي بتلف ويجي القلم اللي بعدها وبيبقى متظبط في مكانه مظبوط. ده الفور واي تول بوست انا عندي فيه نوعين من المقالب او المقلمة اللي بتشيل لي القلم. ده التول كلامبنج ازاي اثبت الشغل اثبت القلم. طب اثبت الشغلة ازاي؟ عندي خمس طرق لتثبيت الشغل. الطريقة الأولانية لو الشغلة طويلة ما ثبتهاش على الظرف. الظرف لو أنا جيت ثبت عليه عمود طويل وبقيت أقطع فيه هتطلع لي الخلاطة هتطلع لي بيضاء مش هتطلع لك مدورة. فأنا عشان كده الشغلة الطويلة بثبتها بتوين سنتر. سنتر عند الهيد ستوب وسنتر عند التيل ستوب. الهيد ستوب اللي هو الجزء اللي على الشمال والتلسكوب الجزئيه على اليمين وابتدي اعمل سنتر هنا في الشغله وسنتر هنا في الشغله حتى استوي فيه خط دوت لاين ده هنا فيه تقل في الشغله حصل في الاول عشان يعمل لي فيها سنتر صغير في تقل هنا ويبتدي التو سنترز دول الكبار دول واحد بتثبت في الغراب واحد بتثبت في الظرف تتمسك الشغله بتوين تو سنترز دول ايه؟ الاولاني زي ما تثبت في الظرف. مبسوط عليه الظرف ماسك على الحاجه المدوره يعني هو الظرف ماسك على الحاجه على دي؟ على دي اصلا. عشان اعمل انا الخلاطه على الجسم ده كله. النوع الثاني في مسك الشغله هو الظرف. عندي فيه ظرفين واحد ثلاثي وواحد رباعي. الثلاثي هيمسك لي الحاجه المدوره والرباعي هيمسك لي الحاجه المربعه. الحاجه الثالثه في مسك الشغله لو الشغلة بيبدأ إليا همسكها بالفيس بليت اللي هو المنظر اللي قدامنا. طب لو أنا عايز أعمل خراطة في شغلة بالمنظر ده الورك بيس أهي فيها تخرج من جوه وعايز أعمل خراطة هنا
الدكة كلها على الظرف من برة وهي عايزة تتخرج كده ما تنفعش. طب اعمل لها مندل قطره هو نفس القطر الداخلي للشغل ويتمسك بين تو سنتر. ادي السنتر بتاعه اهو. طب يتمسك هنا والقلم بيبتدي يعمل الثلاثة خارجية في الشغلة من برة. يبقى المندل is a device for holding and rotating a hollow or piece and mounting between two centers. يبقى الشغلة الطويلة بمسكها between two centers. الشغلة المدورة بالظرف الثلاثي، الشغلة المربعة بالظرف الرباعي، الشغلة الغير مدورة بمسكها بالفيس بليت، والشغلة اللي هي هولود وعايز أعمل لها ثلاثة خارجية بمسكها بالمندرل. النوع الخامس لو الشغلة طويلة تاني بمسكها بالريسس دي هي بتمسك الشغلة الطويلة قطرها هيكون صغير. تمام تمام كده. يبقى احنا عندي فيه خمس طرق لمسك الشغلة. حاولوا ان كنتوا تفهموا الكلام ده مش نحفظه. خدنا بقى طبعة القطعة دي خدناها المرة اللي فاتت دي بتساوي باي دي ان على هلا. في حد ما خدهاش؟ وخدنا ان الدبس اوف كات فرق القطرين على اثنين. ها نشرح الكلام ده تاني؟ هنشرحه ما تقلقوش. نيجي بقى للفي ماكسيمم والفي مينيمم. اكثر او اعلى سرعه على اعلى سرعه قطر شال الدي وحط الدي اوت القطر الكبير حطه مطرح كلمه دي، والفي مينيمم حط الدي فاينل القطر الصغير. هو نفس القانون بتاعنا بس حطينا دي اوت دي كبيره مطرح الدي العاديه والدي النهائيه الصغيره مطرح الدي العاديه. وبقى دي اوت هو الاوتر ديامتر والدي اف الفاينل ديامتر والدي افريج مجموع القطرين على اثنين. وزمن القطع عباره عن طول الشغله على الفيل الاف اللي هي الروتيشنال سبيد. ومعدل ازاله المعدل المعدل باي في الدي افريج في الدفه والخط في الفيل الروتيشنال سبيد. دي حاجة صعبة في القوانين ديت. مسائل الانتاج سهلة جدا. وحش قوي انك انت تضيع درجاتها. اديني بقولها اهو. نبص على الاكزامبل. ما انا لسه هتكلم. انت يا ابني بتقطع رزقك ليه؟ الاكزامبل اللي قدامنا. الاكزامبل اللي قدامنا. أصلاً اللي كان ثلاث ستين رود ويسلنس 150 مليمتر بداني الإل اللي هي جبتها من السؤال ديامتر 12 هيقل الديوز بديامتر 10 يبقى الدي أوت والدي فاينل الكبيرة الدي أوت والصغيرة الدي فاينل. بعد كده السبند روتيتس 400 ار بي ام دي الإم والطول الترافلينج هات ان اكسل سبيد 200 مليمتر بالمنت والقلم بيتحرك بسرعه 200 ملم بالمنت. عايز يحسب ايه الماكسيمم اند مينيمم سبيد؟ اظن سهله تعويض مباشر. باي دي اوت في ان على ان. دي اوت طلعتها والان موجوده عوض في القانون مباشره. طب واحد اهو جه سالني في الام سي كيو حلها ازاي؟ انت عندك ورقه الاسئله هي مش ورقه اسئله هي بقى كراسه اجابه. ورقه الاسئله هي كراسه الاجابه فانت هتجاوب في الضغط والنتيجه النهائيه هتلاقيها في احد الاختيارات في الانسر شيت تسود على النتيجه النهائيه. طيب واحد الصبح وانا بدي المحاضره قال لي طب انا هستفاد ايه بقى من الحل اللي انا حليته لك بظهر الورقه؟ قلت له افرض واحد واقف على درجه او درجتين عشان يعدي يبقى انا ممكن ابص على ان هو الحل اللي حله ممكن هو بينقل من الحل اللي حله للانسر شيت فراح واخد اجابه ثانيه. واحد اتلخبط بدل طلع له 400 كانت قراها 350 فجاوب اجابه ثانيه. ممكن؟ ماشي؟ يبقى متفقين ان احنا هنحل ظهر ورقه الاسئله وفي الانسر شيت هنحط الاجابه النهائيه. الدبت اوف كات هنا نقدر نحسبه سهل جدا 12 ناقص 10 على 2 ال
واحد. نيجي بقى قصة الفيل. الفيل هو مديني سرعة القلم. ادي القلم اهو. ده الطول. بيتحرك بسرعة 200 مليمتر للمنت. وادي الشغلة بتاعتنا. اتفقنا المرة اللي فاتت ان الفيل عبارة عن المسافة اللي هيمشيها القلم مع كل لفة من الشغلة. هو ماشي بسرعة هنا 200 مليمتر للمتر. الشغلة بتلف 400 مليوشة للمتر. يبقى عشان اجيب كل لفة من الشغلة القلم بيمشي قد ايه؟ يبقى هقفل ال 200 على ال 400. يبقى 200 على 400 دول عبارة عن هو هيتحرك قد ايه مع كل لفة؟ 5/10. هو ماشي بسرعة كده. الشغلة بتلف كده. ده عدد الدوران اللفات بتاعتها 400 مليوشة بالمتر. طب هو كل لفة واحدة. قال لك ده هيمشي قد ايه؟ يبقى انا هقسم على عدد اللفات يبقى 200 على 400 بنص مليمتر بالمليوشة. تمام؟ الكاتنج تايم سهل ان احنا نحسبه. ايه اللي بتساوي؟ الكاتنج تايم بيساوي ان على اف في ان. ال موجوده والاف اهي والان عندي. تعويض مباشر. الماتيريال ريموفال ريت تعويض مباشر ايضا. الباي في ال 11 في ال 1 في النص في ال 400 اللي هي الباي في الدي افريج في الدي في الاف في الان. انت عمال تتكلم في الفاضي ليه كده؟ عندنا اكزامبل سيادتكم هتحلوه في الكتاب عندكم. افهم من اللي موجود اللي انا هتحله معاكم. عايز المكتب منهم الفيد. عايز الماتيريال ريموفال ريت ومديني الفيد ونص ملي ومديني الان ومديني تونا يامسا. نعم. ايه؟ ماشي. الليز اوبريشن خدناها مع الرسمه الحلوه ديت. ندخل على الدريلنج بروسيس. ايه الدريلنج اوبريشن بروسيس؟ الصوت الدريلنج انا عايز اخلق بيها فوق. الدريلنج انت بروسيس اوف اوريجينيشن هول. طب ايه الريلاتيف موشن عندنا؟ عندي هنا البنطه بتتحرك حركه دورانيه اللي هي كاتنج موشن. تيرن الفيد موشن الحركه اللينير. سلطتها كانت ايه بقى؟ الشغل عندي بتلف
والقلم بيتحرك ليا، انا ما عنديش هنا حركه في الشغل خالص. الحركتين بتعملهم الشغل القلم قصدي. نعدي الجزئيه دي ونوصل للدريلنج ماشين. لا ما تتهاش مالكش دخل بيها، ما تقلقش ولا تتكلم ماشي. الدريلنج ماشين وحش قوي ان انا اقف قدام المكنه دي ما اعرفش اسمعها. زي المطرطه وانا برضه لازم المطرطه بعرفها ان دي مطرطه، لازم اعرف ان دي متقاف او المكنه التقف. مكنة الدق وقال ايه العمود اللي متركبة عليه الحاجات بتاعت المكنة، الماتور الفيت هاندل البندل البنطة والديبل، الديبل اللي بحط عليها الشكر. سمينا ليه دي فيت هاندل؟ البنطة بتنزل وبتطلع، دي حركة الفيت، فهي دي اللي هتطلع لي البنطة وتنزلها لي، عشان كده سميناها فيد هاندل. عندي في انواع من المكن، البنش دريلنج ماشين اللي هي المكنه اللي قدامنا ديت، دي مكنه صغيره بحطها على البنش. البرتيكال دريلنج ماشين هي البنش بس بقى طويله طرف على الارض زي الدكتوره عندكم لبعض اللازمه اللي جايه. وفي نوع ثالث اللي هو الراديال دريلنج ماشين، ادي الفيرتيكال والراديال دريلنج ماشين الثاني اوبشن زياده ان انا اقدر احرك البنطه شمال ويمين، هنا البنطه في مكانها بتطلع وبتنزل، لكن انا اداني اوبشن زياده ان انا اقدر احرك البنطه شمال ويمين. ادي شكل البنطه بتاعتنا بتاعت التقف، احنا خدنا شكل انا بالخلاطه، ده شكل البنطه. طب ايه اللي بيميزها البنطه دي؟ ان انا عندي فيه ليد انجل هنا، الانجل ديت اسمها ليد انجل، ممكن تعملها وتكتبها عليها، ممكن تكمل ديت كده تاخد كده خط كده عليها تكتبها اسمها ليد انجل. ممكن اشوف نفس شكل البنطة بس بدون ليد انجل خالص، مسطحة خالص كده تبقى مقفولة كده، دي تقدر تعمل طق. انت عشان تعمل طق بتجيب مسمار مثلا، عشان عايز تعمل طق بيدوي بتجيب مسمار تهوب تقعد توفر بيه عشان تكون تولد او اوريجينيت الهول نفسها، هي من غير البوز بتاعها ده مش هتعمل اوريجينيتك للهول، هتفضل تلف على الفاضي لو انت كده عدلة مش هتعمل طق. فعشان كده لازم البوز ده يبقى موجود عشان ابتدي اعمل الهول بتاعي. لو انا جيت هبص على موضوع كيف عندي ده بيختلف من كامل كامل. لو انا هعمل طوق في الميه الستيل هلاقي كيف عندي 118، لو هعمل طوق في الالومنيوم هيبقى 140، لو هعمل طوق في البراز هتبقى 130، لو سينثيتك ماتيريال زي الطوب هتبقى الزاويه دي 50. فمش اي بنطه تنفع لاي حاجه ماشي. المايل ستيل 118، الالومنيوم 130، الالومنيوم 140، البراز 130، والسينثيتك ماتيريال 50. ايه البراز؟ خدنا حاجه اسمها براز؟ صوت نعم حاجه ايه؟ ما انا طول ما انا ماشي عمال بلغي في حاجات اهو، معدي ورق في النص، كل ده وما لغيناش؟ مفيش حاجه معدي فين يا جماعه؟ مش انا معدي بالورقتين وبالثلاثه؟ لا انا معدي بالورق لسه في الكلام ده، هعدي دلوقتي حاجات كتير كلها عندنا.
الدكتور زي ما خدنا عمليات للقراطة مالها بفاتح ادي اللي فات اهو مش اي بنطة تنفع لاي حاجة البنطة اللي هاتوا فيها ماي الستيل من البنطة بتاعة الالومنيوم غير بتاعة البراس غير بتاعة الطوب اللي هو سلسلة مكانية زاوية البنطة دي بتفرق طب هتفرق في ايه؟ ايه البنطة الرفيعة مع البنطة الكبيرة؟ كل ما الكامة بقت ناشفة محتاجة ترك كبير علشان ده يولد التقل لكن الطوب مش محتاج ترك كبير فعشان كده ليها بوز رفيع ماشي فكل ما الكامة نشفت فانت محتاج ترك كبير عشان تعمل لك التقل عمليات القراطة عمليات الاستعمال دي بنطة عادية خالص هنا الكورد لازم ما بقاش فيها بور ليه؟ لانها بتعمل توسيع الطوق موجود من الاول مش هتولد الطوق اللي هي بتوسع الاستيب دريلنج بتعمل لي قطرين قطر كبير وقطر صغير فعشان كده سميناها ستيب دريلنج بعد كده عندي الكاونتر بورنج والكاونتر سينكينج ايه الكاونتر بورنج والكاونتر سينكينج؟ انا عندي دي مصابير بتبقى شكلها كده دي مصابير وقت الشكل ده المسمار ده لازم الراس دي هتبان جوه الكام فعشان كده محتاجه الشكل ده عشان المسمار ده لما يتربط هيدخل جوه الكام لازم يبقى غاطس جواه لازم تعمل له الراس المكان اللي هيدخل جواه ممكن المسمار ده بدل ما يبقى كده يبقى كده محتاج برضه المكان اللي هيقعد جواه فدي الكاونتر بورنج والكاونتر سينكينج ايه الكاونتر بورنج اللي هو الشكل العادي طب الكاونتر سينكينج اللي واخد زاويه 45 بعد كده عندي الريمنج الفينشنج بتاع التوب عايز احفر السطح بتاعه ده اسم القلم بتاعه ليبي وعندي سنتر كريدنج عشان اعمل سنتر في الخراطه كان عندي بتوين تو سنتر السنتر دي بعملها بايه؟ بالسنتر كريدنج ماشي صفر من اخر واحده دي كفايه السته دول طولين اللي عندنا السهم الفي بي ساوي باي دي ان على 1000 مفيش حاجه جديده والفي اف والفشل الفي ان والدلالة تايم دي بتساوي ان على ان في اف مفيش اي حاجه جديده خدناها الماتيريال موفر ريت اتغير القانون بتاعها بقى باي دي سكوير على 4 في ان في اف الاكزامبل بتاعنا اللي هنحله مع بعض الدريلنج اوبريشن تو بي برفورمد باي 12.7 من 10 ملم دايمتر يبقى دي الدي تويست درين ابلوك اوف ماجنيزيوم الوي ده هو الايز بلايند هول يعني ايه بلايند هول؟ انا ممكن اعمل ثقب نافذ للناحيه الثانيه ممكن اعمل ثقب واخد حته صغيره هنا لكن مش نافذ فالثقب الاعمى او البلايند هول هو اللي مش نافذ للناحيه الثانيه من النافذ ده اسمه ايه؟ ثرو هول ثرو هول يبقى البلايند هول هبتدي لينس كام او الدبس بتاعه 60 مللي عمقه 60 دي هي ال الكاتنج سبيد 25 متر بالمنت بتديني الفي والفي 3.10 ملم بالريفوليوشن
التهاني 3 بالعشرة هي الاف. عايز يحسب الكاتنج تايم وعايز يحسب الماتيريال موفر ريت وعايز يحسب الباور ريكواير لما اليونت باور للمكنسة تبقى اللوري بنص وات سكند على المليمتر المكعب. الكاتنج تايم ال على اف اف ان، انا عندي الان لكن عندي الفي اقدر اجيب الان منها. عندناش لكن عندنا الفي نقدر نجيب الان من الفي. تمام، يبقى اقدر اجيب الكاتنج تايم. الماتيريال موفر ريت ده تعويض مباشر خالص، مفيش عندي دي افريج زي الخراطه. يبقى باي دي سكوير على 2 في الاف في الان كلها اقدر اعوض فيها. اخر حاجه عندي الباور بضرب الماتيريال موفر ريت ده انا حطيتها في النص اللي هي اليونت باور على 60، دي رقم على 60 عشان اقدر اديني اليونت باور بالسكند وات سكند. وانا عندي الماتيريال موفر ريت في المنيا فبحول من المنيا للسكند فبقسم على 60. الاكزامبل اللي بعديه انتوا هتحلوه، ما فيهوش اي حاجه صعبه، هيبقى حاجه ما فيهوش مشكله. طب ايه الحركة النسبية اللي بين الألم والشغلة؟ المين موشن انا عندي الألم او سكنت الفريزة اهي بتلف طول روتيشن والورك بيه بتتحرك حركة الفين. فانا عندي الألم بيلف الشغلة بتتحرك في تحتيه. البنطة كانوا الاثنين في التريننج كانوا الاثنين في البنطة الخراطة الشغلة بالتلف والقلم بيتحرك للي. طيب بستخدم الميلينج ماشين في ايه؟ بطلع فلات سيرفيسز سبايرال والهيليكس الشكل الحلزوني اقدر اطلعه. الكي ويز هي المجرى السلوتس اللي هو الجزء اللي ناقص من الكامل اقدر اعمله والجروف والجيرز والفي بلوكس والكومبلكس والكونتورز كل دي حاجات اعملها بالميلنج ماشين. دي ملغاه يا دكتور؟ الميلنج ماشين عندي فيه نوعين فيرتيكال وهوريزونتال، تعرفهم من بعض ازاي؟ تعرف ليه الفيرتيكال من الهوريزونتال؟ دي الفيرتيكال. البرد يا شباب اللي عندي دي معلمين دي الفيرتيكال فريزا ودي فريزا. بس انا عندي نوعين، واحد فيرتيكال واحد هوريزونتال. فبص على السكينه هنا بتتحرك هوريزونتال ولا فيرتيكال؟ السكينه هنا بتتحرك فيرتيكال. فالفيرتيكال عباره عن ايه والهوريزونتال عباره عن حركه السكينه الفريزا او حركه القلم. في الفيرتيكال القلم بيلف فيرتيكال والهوريزونتال القلم
واحد بقى ميثودز اوف ميلينج عندي فيه نوعين اب وداون. الاب اللي هي بتكينه وهي طالعه بتشيل معاها جزء الحلخامه وحركه اتجاه دوران السكينه عكس دوران او عكس اتجاه الشغله. السكينه بتلف كده والشغله ماشيه كده. في الداون السكينه وهي نازله بتقطع وهتبقى حركه اتجاه دوران السكينه نفس اتجاه الشغل. يبقى احنا عايزين نعرف الاسماء وكل شكل منهم شكله ايه. ماشي اللي هي الشكل الرخمه اللي على اليمين. لا مش عايز حاجه في الكلام اللي انت مكتوب. الرسمه اضغط الرسمه بتاعته السكينه عشان تبقى ما تنفص بتلف عكس اتجاه الشغل. بتدور السكينه بتلف في اتجاه الشغل. بس ده انا عايزك توقف. كلاسيفيكيشن اوف ميلينج انواع عمليات تقليد. عندي في اول نوع بريفرال ميلينج. عندي في اول نوع بريفرال ميلينج اللي هو السكينه بتلف هوريزونتالي تبتدي تقطع او تشيل طبقه للخارج. دي بريفرال ميلينج. والفيس ميلينج السكينه بقى بتلف فيرتيكال وبرضه بتشيل طبقه من الخامه. يبقى البريفرال ميلينج ده السكينه بتلف هوريزونتالي هنا عشان الفيس ميلينج السكينه بتلف فيرتيكال. الاند ميلينج ادي شكل الاند ميلينج نفس شكل البونطه بالظبط بس اخره ايه؟ مفيش البوز ده عدل. طب ليه؟ لان هو مش بيعمل زوز. هو بيقطع بجنبه يلف وبيعمل لي الكونتور الداخلي ده. هو مش محتاج البوز هو محتاج ان هو الحد الفتح بتاعه على جنبه. فملوش الديب انجل عشان اولد بيها التوب. يبقى انا عندي في ثلاث عمليات البريفرال ميلينج والفيس ميلينج والاند ميلينج. هتعدي بقى معايا الورق ده كله ملغي يعني. ايه بقى الميلينج كتر؟ دور
كمل ولا نقطه كمل هو باين ومطمن عليه ايه بقى في الموضوع ده كان هو بيفتكر حاجه زي كده هنسكت هنقدر نكمل كده القدر سكاتين الفريز اللي خدناه العمليات اللي بتتعمل بالفريز فكل عمليه ليها سكينه فالفريز مين القدر السكينه اللي هتعمل لي الفريز العملي اللي هي البلين مين القدر وعندي في ادنى لوجي والبلين مين القدر اللي هي واحده الاتجاهين ايه الفرق بين دي ايوه الاستخدام دي اقدر اكتب بيها دبس اوف كات كبير لكن دي انا ما اقدرش اخد دبس اوف كات كبير دي اتجاه واحد لكن دي اتجاهين النوع الثالث الفيس كرينج كاتر ادي اشياء مختلفه الفيس كرينج كاتر وهتلاقي ان هي الفيس بتاعها تاريخ قطع بارزه منه هنا الفيس بتاعها عايزه وتقطع بجنبها النوع الرابع في القطر اللي هي التوز المنشار السكينه المنشاريه اللي هي نمره ايه؟ رفيعه بيسموها السكينه المنشاريه اسمها التوز السايد ميلينج قطر اللي هي زي بي دي اسمها سايد ميلينج قطر بعد كده عندي الاند ميلينج ادي الاند ميل اهو شكل نفس شكل القطة بس هتملوش اللي في أنجل المستكش ده شكل الاند ميل التي سلوت كتر ادي شكله اهو عشان يعمل لي التي سلوت ده المجرى الواحدة شكل التي ماشي وعندي التو تيز اند اند ميل اللي هي شكلها بالمنظر ده احنا خدنا كام كتر؟ ادي 3 و2 7 5 والتلاتة كام؟ 8 وناخد الستة دول الكونفكت فورم 8 في 4 والجير مانج والجانج مانج اللي هي سي والدين هي الانجل والدوبتين اللي هي الشكل الوقت شكل الزاوية والسنجل ايدجت اللي هي نمرة اف مش انا مطلوب مني 480 والبلاد المعشطه احنا خدنا الخراطه وخدنا التحت وخدنا التقليد ندخل على القش او المعشطه اللي هي الشيبنج والبلاننج والبلاننج أربع شيبنج ميزرنج وبلاننج والبلاننج هاي الابتدائية من موشن وير ذا اورك بي اند ذا رول هو ان ديمبلي اوبوزيت ليتش اذر في المعشطة المحاضرة اللي فاتت جيت قلت لكم في الأول أنا عندي فيه الشغلة شغلة بتتحرك في القلم ثابت وفي القلم القلم متحرك والشغلة ثابتة فانا عندي فيه نوعين نوع اسمه الشيرمن ونوع اسمه البلان ايه الكلام اللي انت بتقوله ده اهو يهم لي هنا ان المين موشن بالفورس الخايفه ماي موفينج ذا تول من يعني داخلين في الشيرمن والفلوتي طب والورك بيس لما تتحرك ده يبقى في البلان يعني ايه البلان يعني ايه الشيرمن تعالوا نشوف شكل الماشين عشان ده مش ملغى انا رجاله ماشي ادي شكل المكانتين ادي شكل الفيبر وشكل الدولار الاثنين معشطه الاثنين معاشر بس هنا الشغله اللي هتتحط صغيره هنا الشغله اللي هتتحط كبيره يبقى انت الاقي دي وانت الاقي دي حسب نوع الشغله بتاعتك الشغله الصغيره القلم هنا بيبتدي يتحرك ويروح ويرجع فوقيها الشغله الكبيره هي اللي بتتحرك الشغله والقلم قاعد فوق ثابت انتوا الفرق بين الاثنين انا عندي فيه شغله او كامه صغيره فبحطها في الشيبر الكامه الكبيره احطها في البلانر لما تبقى صغيره القلم هو اللي بيقطع فيها ولما تبقى كبيره القلم بيبقى ثابت وهي المحركه تحتيه
نرجع للي احنا سبناه ده كله. فورورد اند ريتيرن ستروك. ايه كلمه ستروك ديت؟ يعني مشوار. يعني ايه مشوار؟ يعني القلم هيفضل ماشي الكامه كلها لغايه لما يخلص المشوار بتاعه طول القطعه ده المشوار، وهيرجع تاني عشان يبتدي الشغله تتحرك تحتيه ويعمل نفس المشوار تاني. المشوار اللي هو بيعمله هو بيروح مشوار بيقطع اسمه الفورورد كاتنج ستروك، وهو راجع بيطلع لفوق وبيرجع فاضي، يرجع بسرعه سريعه لانه مش بيقطع، يمشي بسرعه بطيئه لما بيقطع. القلم ده سنجل بوينت ولا مالتي بوينت؟ يبقى ده عندي كام نوع سنجل بوينت؟ وصلنا كام نوع مالتي بوينت؟ اثنين برضه. هناخد التالت في المالتي بوينت اللي هو بعد ده. يبقى انا عندي فيه فورورد وريتيرن ستروك. ايه الفورورد ستروك؟ اللي هو المشوار اللي بيقطع فيه وهو رايح. وهو راجع ما بيقطعش فبيرجع سريع. عدوا الكلام ده كله. نيجي للشيبر ماشين مكنه القشر. اخلص. يا شباب. جيبوا هنا الطيارة طب احط الشغلة الطيارة بتاعتي هنا. والقلم ده بيبتدي يتحرك عليها رايح جاي عن طريق الرام دي كلها تروح وترجع. وعندي كل ما ابتدي انزل بالقلم عن طريق الزويل ديت عشان ازود الدفء والخط بتاعي بيتحرك القلم فيرتيكال من هنا عن طريق اليد دي. انما الحركه بتاعت القطر تيجي من الرام ديت اللي بتتحرك بالميكانيزم ده كله، تفضل رايحه جايه تقطع في الخانه. الادفانسز بتاعت الشيبر ماشين انها بتستخدم سنجل بوينت كاتنج تول، وده ان اكسبنسيف سعره قليل. مالتي بوينت كاتنج تول اكتر من حد قاطع فبقى عندي سعر كبير. السنجل بوينت عندي حد قاطع واحد فبيبقى سعره قليل. تاني حاجه السمبلستي اند ايز اوف هولدنج ورك بيس. انا بربط الشغله على منجله ما بتاخدش وقت، لكن انا في الخراطه انا عايز احط الشغله في الظرف واربط الظرف وبعدين اظبط القلم على السنتر بتاع الغراب عشان يبقى هو سنتر بتاع الشغله. فكل دي بتاخد السيتنج اب ده بيبقى بطيء شويه عن السيتنج اب اللي هي الميزه الثالثه عندنا في الشيبر انها فيري كويك، ما بقعدش اظبط الشغله في السنتر ولا اي حاجه. الشغلات الرفيعه سين ورك بيسز اقدر اعملها بالشيبر، اما الليميتيشنز الوحيد اللي عندنا ان هو ما اقدرش اعمل الشغلانات الطويله، فالحل بتاعها كان ان احنا البلانر نستخدمها مع الشغلانات الطويله. ادي شكل القلم بتاع الشيبر ماشين، وده عرفناه انه سنجل بوينت كاتنج تول. هل هو نفس قلم الخراطه؟ نعم. اذا ما قلت البلانر حلت المشكله. مش ملك، ده مش ملك. ايه الفرق بين القلم ده وقلم الخراطه؟ عندي هنا زاويه ثانيه. لكن ده عز بيطلع بالسطح بتاعه كله بالحد الغطا ده كله بيطلع بيه، لكن انا عندي في الخراطه بيبقى نايم كده. البلانر ماشينه اهي الشغله تحت اهي بتركبها على التيبل اهو والقلم ويها. السلوتر اللي بيعمل لي فيرتيكال سلوت زي الموجود على الشمال عندي اهو، وبقت السلوتر هو الفيرتيكال شيبر. بدل ما القلم كان ماشي كده القلم طالع نازل عشان يعمل لي المجرى الفيرتيكال اللي احنا شايفينه. الشيبنج والبلاننج اند سلوتنج شكل الاقلام بتوع الشيبنج والبلاننج. اول في الاخر المهندس بيفرق عن المهندس اللي جنبه
بالمعلومات اللي عندك، مش لازم كل حاجه تبقى مكررة عشان ارد على بيسال، دي مجريه ولا مكررة، معلوماتك ايه بتعرف ايه بس. ده بتفرق معاك كويس قوي في شغلك بعد كده، عن تجربه شخصيه بتفرق كتير جدا، وانا بقولها لكم. في واحد بيطلع من هنا من الانتاج عشان يجيب المقبول المتين بتاعها ده، يقول لك يا ده صدقت خلصت منها، وبعد كم سنه يلاقي نفسه بيواجه كده موقف يقول لك يا لو كنت انا قريت الكلام ده وقريته ما كانش يبقى شكلي كده. ماشي. وفي واحد بيجيب امتياز في الانتاج، هو تفتكره لا، في امتيازات كتير قوي في الانتاج ومش بيخش الميكانيكا خالص وجايب امتياز انتاج. وانا بقول لكم عن تجربه في السنين اللي فاتت، في ناس بتجيب امتيازات انتاج وبتدخل مدني وبتدخل عماره وبتدخل كهرباء وجايبين امتياز انتاج. ماشي. شكل الاعلان بتاعك، في عندي استريت ليفت هاند تول والستريت رايت هاند تول، ده رايت ليفت شكل الدوري اللي هنا، ليفت هاند سكوير نورد تول والرايت هاند سكوير نورد تول، يعني ليفت رايت والستيزنج تول والليفت هاند كورنر تول والستيرنج والستيزنج تول والشكل ده راوند نورد تول والراوند نورد تول بس الفايدالة هنا والسكوير نورد تول والستريت تول، ده القلم العادي بتاع المشرحة والستريت والوقت على الباب المقلوبة ده هو ليك مكتوب. ندخل على الجرايندنج، نعمل حاجة عملية التجليس، عملية التجليس. التجليس ديت كلنا بنشوف الراجل اللي في الشارع ده احنا بنديله السكينه عشان تستنى، يبقى عنده حجر جلس بيلف وتحط السكينه عشان تستنى عليه. كلنا بنشوف ورق صنفره، ففي هتلاقي في صنفره كشك، في صنفره لهب، انت كمهندس تعرف اللون ده، تعرفهم من بعض. ايوه الرقم بيبقى عرضها ورق الصنفره رقم. الراجل اللي بيعمل زوكو بتاع العربيات دي بيستخدم صنفره مكتوب على رقمها عليها رقم من ورا. هتلاقي في واحده خشنه، واحده ناعمه، واحده نص نص، حسب الرقم اللي مكتوب في ظهرها. فاحنا كمهندسين لازم نبقى عارفين معنى الرقم ده ايه، وايه الحروف اللي موجوده على حجر الجلد. طب اول نعرف ايه هي عمليه التجليد، انها ميت اكاديميك اوبريشن باي ميت روك روتيتنج تابلت تكوين، دي حاجه التجليد، ده عباره عن مجموعه من الحبيبات تابلت الجريد موجوده جنب بعضها، مالتي بوينت ولا سنجل بوينت، كل طايبه من دول بحد قاطع يبقى مالتي بوينت كاتنج تول. ده الاكتف اسعى كاتنج تول، ده هو الحد القاطع بتاعي. الريلاتيف موشن بين بينهم ايه؟ ادي حاجه الكلام بيلف اهو، وادي الشغله ماشيه اتجاه لينيوم عكس دوران عمل التكتيك. اللي عايز يشوف شكلها اهو الشكل بتاعها، ادي المنظر بتاعها اهو، ده شكل عمليه التجليد. المنظر ده ادي الشغلة بتتحرك تحتها، وادي شكل المكنة بتاعة الرايزنج بتاعة التجليد بتاعتي، ده شكل المكنة بتاعتي. طب ايه اللي يهمني بقى في الموضوع ده؟ ايه الفانكشن بتاع جرايندنج الويل؟ كل اللي ريموفال اوف ستوب. هو هنا اصلا ايه الفانكشن بتاعت عمليه التجليد او الجرايندنج ويل؟ ريموفال اوف ستوب. لو انا عندي سطح وعليه رايش من فوق، فعن طريق التجليد ببتدي اشيل الرايش وانعم السطح. لا لا لا
جنريشن اوف تريند اللي كان وفلات وكيرفت سيرفيسز برودكشن اوف هاي ديفينج سيرفيسز. ممكن يجي لك واحده من دول دي من غير برودكشن اوف هاي ديفينج سيرفيسز، هذا عاملها بجرايندنج بالدرايننج بالملينج. ماشي، لازم ابقى فاهم مين بيعمل ايه. برودكشن اوف شارب ايدجز والكاتنج اوف اوبريشن. نرجع للحاجه اللي تهمني اللي قدامنا دي. اختاروا انت اللي فات المكان ده. هنسيب الورق ده كله ونشوف اخر لقطة عندنا اللي هي دول جرايندنج ويلز باشكالهم. معلش علينا علينا ولا غيري؟ ممكن اجيب لك شكل المكان، اقول لك دي مكنه ايه، جرايندنج ولا ميلنج ولا دريلنج ولا مش عارف ايه. فدي انا وريتها لك فمجربها. اقول لك احمد هو